لم تصمت المدافع ولم تستطع الصمود طويلا أمام اتفاق وقف إطلاق النار في تعز. ساعة قليلة فقط أعقبت الإعلان عن دخول الهدنة حيز التنفيذ، ليبدأ بعدها عداد رصد الخروقات على الأرض. الراصدون وثقوا مئات من حالات القصف على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والقرى ومواقع المقاومة، ولم تتوقف عمليات قنص المواطنين والإطلاق العشوائي للنيران والكثير من الخروقات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع. المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز ما تزال مغلقة حتى الساعة، ولا مجال حتى لخروج أو دخول المواطنين للحصول على احتياجاتهم الغذائية الضرورية. كل هذا لا يعني سوى بقاء الهدنة حبرا على ورق وتهدئة، لكن مع وقف التنفيذ. هؤلاء العصابات والميليشيات لم يراعوا هدن من السابق ولا من اللاحق، هي فرص لتجميع قواتهم، لتعزيز تواجدهم، لإعادة تموضعهم، نقل الآلات العسكرية من مكان إلى آخر. مجلس تنسيق المقاومة والمجلس العسكري أكدا في بيان لهما ضرورة الالتزام بالاتفاقات واحترامها، وحذرا من أي إخلال من الطرف الآخر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه، لأن الرد سيكون رادعا وفوريا على قاعدة إن عدتم عدنا كما جاء في البيان. وقف الأعمال القتالية وفك الحصار هي أهم بنود في أي اتفاق يمكن أن يكون ساريا في تعز، والأهم من ذلك الالتزام به وأن يكون واقعا لا مجرد كلمات مكتوبة تعجز عن التنفيذ في الأرض.